في إطار الاحتياطات من مرض كوفيد 19 خدات البلاد مجموعة من التدابير اللي بالتعاون ديالنا كاملين غادي تساعدنا بزاف في السيطرة على الوباء، واللي منها إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية وقاعات الرياضة والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم حتى إشعار آخر. هادشي ابتداء من يوم الاثنين. بالطبع هذا الإغلاق ما تهمش الأسواق والمتاجر وما تهمش محلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطن وما تهمش المطاعم اللي كتعتمد على الليفريزو. ونبغي نذكركم باللي عملية تموين السوق بالمواد الأساسية راح كتتم بشكل عادي ومنتظم والعرض راح كافي في قاع المواد بمختلف نقاط البيع وفي مجموع أسواق المملكة. الوضع راه اليوم استثنائي وخصنا احنا كاملين كمغاربه نتعاونوا باش نفوتوا هذه المرحله باتباع اجراءات الوقايه والسلامه الصحيه اللي كتصدر من الجهات الرسميه.